بيش زي يقعدون شباطنا هسه بالكليه؟ هسه بالخمسه 4:30 5 4:30 5 اي خلي يسمعون المدنيين يحسدون الطلاب الكليه العسكريه، لكن طلاب الكليه العسكريه ابطال، يعني من 4:30 لحد 12 بالليل على وقفه وحده، تدريب وعقوبات وتدريب دروس ومذاكره، يعني نهج قاسي جدا بالكليه العسكريه، وهذا يلوق للزلم الخشنه، والعراق هو مصنع الابطال بعد.